قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. زمان وأنا صغير لما قريت الآية دي أو سمعتها أو حد سألني عليها بقيت أستغرب. الله، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يذكروا الله هم مع المعصيين؟ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يذكر ربنا، يذكر ربنا في الحالة دي. قال لك: ما هو اللي يذكر ربنا في الحالة دي لا، الأولى أن يذكره غيرها. إذا كان في دي بيذكره، فقالوا أنه لا يذكره به في هذه إلا إذا كان ذاكره في غيرها. ما احنا قلنا قبل كده أن ذكرك لله محفوف بين ذكرين منه، أنه ذكرك فذكرك، أنه ذكرك فذكرك فذكرته، فلما ذكرته أسابك على الذكر ذكرا ثانيا فاذكروني أذكركم. لكن في الأصل أنت مش هتقدر تذكره إلا إذا ذكرك. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.